على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تستمر الانطلاقات وجولتنا الأولى ضمن الأشواط الرئيسية لتحدي سن اللقاية هجن أبناء القبائل. تحدي أول أشواط المهجنات للجعدان انطلاقة موفقة نتمناها للمشاركين. المركز الأول والبداية تحذير لعامر بن قانوش بن محمد العامري من تصدر على قيادة الشوط. المركز الثاني سراب خليفة بن سعيد بن سهيل العميمي يتواجد على المركز الثاني. أما المركز الثالث ثالث المراكز يتواجد والحاضر شباب سعيد بن راشد بن زويدان بن حضيرم الكتبي. والمركز الرابع يتواجد مكلف لمحمود بن محمد بن علي بن سعيد. على المركز الرابع والمركز الخامس لسيد علي بن سعيد علي بن سعيد بن سالم الاكتبي يتواجد، ولكن الشبابي محمد بن علي بن سعود الاكتبي على المركز الخامس والمركز السادس. شوف اللي وصل دابان على سادس المراكز، وعلي بن سالم بو ظفيرة يقدم لنا دابان وحضور دابان على المركز السادس. هكذا الست المراكز الأولى، نعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. Yeah.
نعود إلى مقدمة الشوط ونعود إلى المركز الأول والحضور الأول ودابان من قير على الصدارة سيطر على المركز الأول. بدأ يسيطر دابان علي بن سالم بوظفيرة العامري يقدم لنا دابان وحضور دابان. المركز الثاني شباب أيضا يتواجد على المركز الثاني رفيق عيد بن راشد بن سويدان بن حضيرم. والمركز الثالث أول نداء لهذا الحضور وهذا التواجد من قبل أرسال خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتواجد على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك القادم مشاهدينا الكرام في رابع المراكز والواصل اللي هو بحار. وصل بحار للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري وشعار بن سليم يتواجد وهناك الأسماء. ولكن دابان وحضور دابان هذه السلالة المميزة التي تعرف هذه الأمتار القادمة بسم الله وما شاء الله تبارك الله. دابان بدأ هنا يسير يعود إلى ما اعتاد عليه إلى المقدمة إلى المركز الأول كما عود جماهيره ومحبينا. دابان بوظفيره على الصدارة علي بن سالم بوظفيره العامري. دابان المركز الثاني. وصل شباب تحرك شباب القادم سعيد بن سيف سعيد ايضا هناك القادم سعيد بن راشد بن سويدان يتحرك على المركز الثاني والمركز الثالث هناك مع بن سليم ومع بن حبرود. ولكن دابان على المقدمة دابان على الصدارة على المركز الأول مسيطر. وصلوا الجماعة القادمين. وصل بن حبرود مداهم وصل مداهم بدأ يتحرك محمد بن سالم بن حبرود. غير موازين الشوط انطلق على الصدارة انطلق على المركز الأول سيطر على بداية هذا الشوط. مداهم المركز الثاني ثاني المراكز الذيب ولكن مداهم وايضا وصل بن حضيرم اللي هو بالفعل بضعيف ولكن بن دحروج سلام بن دحروج تهانينا والناموس لسعيد بن مطر بن محمد بن دحروج العامري على فوز الذيب بهذا الشوط. المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز مداهم محمد بن سالم بن حبريت. المركز الثالث شعار بن ضعيف اللي انضم على المركز الثالث مشاهدينا الكرام. السيد حمد بن ضعيف بن غدير. والمركز الرابع وصل فيه ليحمل اللي هو مشاهدي الكرام شباب للسيد سعيد بن راشد بن سويدان. بقيت المراكز معك يا كرار. نعود ونهني السيد سعيد بن مطر بن دحوي العامري على فوز الذيب بهذا الشوط 7 دقائق و51 ثانية.